الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، كتاب ادب الطعام، وهذا الكتاب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من الأحكام المتعلقة بأداب الطعام. فذكر في الباب الأول، قال: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث الدالة على هذه الترجمة، فقال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. فهذا الحديث فيه جملة من الأحكام المتعلقة بأداب الطعام. فحديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أمه أم سلمة رضي الله عنها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي عنها زوجها أبو سلمة، وكان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية أنه كانت يده تطيش في الصحفة، يعني في إناء الطعام كانت تطيش، يعني يأخذ من جانب هذا والجانب هذا والجانب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المعلمين قال له: يا غلام، تنبيها له، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فهذا الحديث فيه ثلاث جمل ولكن فيه أحكام كثيرة. أول هذه الأحكام مشروعية بل استحباب بل قد نقول بالوجوب تعليم أهل البيت ومن تحت ولايتك أحكام الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما هذه الأحكام الشرعية، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يعلم الناس الدين خصوصا أهل بيته، حتى في أمور الطعام والشراب والطهارة، فضلا عن الأمور الأعظم وهي الصلاة والتوحيد ونحو هذه الأمور العظيمة، يجب عليك أن تعلمهم. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الجهر بالتعليم والجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليستفيد الذي ترشده وتعلمه، ويستفيد أيضا من كان بجواره ومن حوله. وهذه الأمور يراعى فيها المقام والحال، فإن كان الحال والمقام يستدعي أنك تصرح وترفع وتجهر، فإن هذا من المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المقام والحال يستدعي أنك تنصح وترشد وتعلم سرا، فإن المشروعية أن تكون بالسر. وإن كان المقام يستدعي أنك يعني تخفي من أردت أنك تنصحه وترشده كما كان النبي يفعل، فإن هذا أيضا من المشروع الذي كان يفعله النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام ثم ينصح الناس، مع أن المراد شخصا من أن المراد شخص من الناس فعل منكرا وفعل خطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عم الشخص حتى لا يحرج هذا الشخص، وأيضا حتى يكون الحكم عاما للجميع. فإذا على حسب الحال والمقام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح له وقال له: يا غلام، سم الله. هذه الجملة الأولى، سم الله. فهنا مسألة في التسمية، هل التسمية واجبة أو مستحبة عند الطعام؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والأكثر على أنها للاستحباب لا للوجوب، كما مر علينا أن أهل العلم يذكرون في باب الأداب والأخلاق أن الأوامر تكون للاستحباب وأن المنهيات تكون للكراهة. ولكن الصواب والتحقيق في هذه المسألة أن كل أمر فهو للوجوب،
وأن كل نهي هو للتحريم إلا إذا جاء صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، أو صارف يصرف النهي من الكراهية من التحريم إلى الكراهية. فإذا لم يأتي صارف من الأدلة الشرعية فإن الأصل أن الأوامر للوجوب وأن المنهيات للتحريم. فمثل هذا الحديث لم يأتي صارف في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فدل على أنه يجب أنه تجب التسميع عند الطعام. قال يا غلام سم، هذا أمر، سم الله. والمسألة الثانية ما هي الصيغة، صيغة التسمية؟ صيغة التسمية أن تقول بسم الله، وأكثر العلم على أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا مشروع، بل بعضهم قال هو الأفضل كما ذكر النووي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا سم الله، ولم يقل قل بسم الله، قال سم الله، فدل كأن تسمي، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض العلم قال لا، تقف على بسم الله، لأنه جاء في الحديث الآخر الذي سيمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله أوله وآخره، فصرح ببسم الله، صرح بي ببسم الله، فقالوا تقتصر على بسم الله ولا تزد شيئا، ولكن أكثر أهل العلم على أنك تزيد ولا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع. فإن قال الإنسان بسم الله واكتفى بها فهذا لا بأس، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا أيضا لا بأس لاحتمال الأدلة. قال وكل بيمينك، وهذه المسألة الثانية في الحديث، كل بيمينك، الأكل باليمين هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ على ما ذكرنا في القاعدة قبل قليل أن الأصل في الأوامر الوجوب، وهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، ولم يأتي صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان أكثر العلم يرى أنها للاستحباب لا للوجوب، والصواب أنها للوجوب، أنك تأكل بيمينك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا فائدة أخرى، أن الذي يأكل بشماله يتشبه أولا بالشيطان، ويتشبه أيضا بالكفار، فيكون أولا قد خالف النهي، خالف الأمر، وأيضا تشبه بأعداء الله من الشياطين والكفرة المشركين، فدل على وجوب الأكل باليمين. ولا بد أن نربي أنفسنا على هذا، وأن نربي يعني أهلينا على هذا، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وكان غلاما صغيرا، رباه على هذا، قال كل بيمينك. وكثير من الناس يتساهل اليوم، تجده يرى الصغير يأكل أو يشرب بالشمال ولا ينهاه ولا يزجره، وعليه أن يزجره وأن يعلمه، وهذا واجب عليه، لأنك إذا رأيت هذا الفعل، سواء قلنا هذا الفعل محرم أو مكروه، عليك أن تعلم وأن توصل هذا الدين إلى أهلك وأهل بيتك. قال كل بيمينك، وهنا يعني في الحقيقة ينتشر خاصة في يعني في الولائم ونحوها، وحتى في البيوت أيضا، أنه يأكل باليمين ويشرب بالشمال، أنه يأكل باليمين ويشرب بالشمال، وهذه أيضا لا تجوز على الصحيح، لأنه يجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه. وبعض الناس عذره في هذا يقول يتسخ هذا الإناء، أو تتسخ هذه العلبة، ولا تتسخ هذه العلبة، ماذا ستفعل في العلبة؟ ستضع في مخباك مثلا؟ هي سترمى، وإن كان إناء سيغسل، ولكن لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل بيمينك ثم بعد ذلك اشرب بيمينك، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالشرب باليمين والأكل باليمين، والنهي عن الشرب بالشمال والأكل بالشمال، نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطعام كما في هذا قال آداب الطعام، يدخل فيه الطعام، يدخل فيه الأكل والشرب، لأن بعضهم يظن أن الطعام فقط هو الأكل، لا، الطعام يدخل فيه الأكل ويدخل فيه الشرب، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، وكان الآية في ماذا؟ في الشرب من الماء، فسماه طعاما. فعلى كل حال حكم الأكل والشرب واحد، سواء في التسمية أو في الأكل باليمين. قال وكل مما يليك،
وهذه المسألة الثالثة في الحديث، كل مما يليك. معنى كل مما يليك يعني تأكل من المكان القريب منك، تأكل من المكان القريب منك، وهذا هو الواجب، لأنك إذا أكلت من غير مكانك أذيت غيرك وكرهتهم في الطعام. فلذلك يجب على المرء أن يأكل مما يليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إلا إذا كان الطعام معدودا ومنوعا. فإذا كان الطعام معدودا ومنوعا فلا بأس أن يأكل من مكان آخر، كأن يكون مثلا هنا مثلا رز، وهنا لحم، وهنا مرق، وهنا نوع آخر من الطعام، وهكذا فلا بأس أن يأخذ من المكان الآخر. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء، يعني القرع، كان يتتبعها في الإناء، فقالوا إذا كان الأكل منوعا فإنه لا بأس أن يأكل من مكان آخر. وأيضا قالوا لا بأس أن يأكل من المكان الآخر إذا كان يأكل لوحده لانتفاء المانع، لأن المانع ما هو؟ إذا الناس واستقدارهم من هذا الطعام وتعديك على حقهم في الأكل. فإذا كنت لوحدك فإن هذا ينتفي، ولكن لا تأكل من وسط الإناء، لأن وسط الإناء تنزل فيه البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأكل من الجوانب. فهذه بعض المسائل على هذا الحديث، قال: سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم نعم، وهذه مسألة مهمة، أن بعضهم الآن إذا أراد أن يشرب يعني يضع باليسار ويضع يده تحت الإناء، يقول أنا ما شربت الآن باليسار وإنما شربت باليدين. يرد على هذا أن هذه المسألة أقل أحوالها الشبهة، أقل أحوالها أنها شبهة، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقد ذكر بعض العلم أن ما يشرب باليمين، ما يشرب باليد الواحدة يشرب باليمين، وما يؤكل باليد الواحدة يؤكل باليمين، وما كان يشرب باليدين يشرب باليدين. مثال ذلك الذي يشرب باليدين لو كان القدح كبيرا فإنه يأخذ باليدين ولا بأس، لكن ما كان يشرب بيد واحدة فإنه يؤخذ باليمين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فليذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان، قال: وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي، يعني يد الشيطان في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. قال: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقأم في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. هذه الحديث فيها مسائل، منها أن الإنسان يشرع له إذا تذكر أثناء طعامه أنه لم يسمي فليسمي في وسط الطعام حتى ولو لم يبق من طعامه إلا لقمة، فإنه يشرع له. وعلى القول بالوجوب نقول: يجب عليه أنه يسمي،
حتى وإن ذكر في آخر طعامه، فإنه إذا ذكر في آخر طعامه ثم سمى الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يستقي ما في بطنه من هذا الطعام كما جاء في الحديث. وهنا نستفيد فائدة أن التسمية تمنع الشيطان من الأكل، وهذا من أدلة الوجوب، من أدلة وجوب التسمية أنك تمنع الشيطان عدوك وعدو الله سبحانه وتعالى أن يأكل معك. فهل تريد أن يأكل عدوك معك في أكلك وطعامك وشرابك؟ ماذا يعني لو كان هذا الرجل عدوا ظاهرا أمامك، هل تعطيه ما يقويه عليك؟ لا. فكذلك الشيطان كيف تقويه؟ تجعله يأكل معك ويشرب معك وتترك هذه التسمية. فدل هذا على وجوب التسمية، ودل أن ذكر الله عز وجل يمنع الشيطان، لأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يكون في حرز من الله يمنعه من وصول الشياطين. ولذلك شرع لنا الذكر في كل أحوالنا، في قيامنا، في جلوسنا، في خروجنا، في دخولنا، دخولك المسجد، خروجك من المسجد، دخولك البيت، خروجك من البيت، نومك، استيقاظك، كل أحوالك ذكر لله عز وجل. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كل هذا من أجل أن يحفظ الإنسان نفسه من هذا الشيطان العدو اللدود للإنسان. لذلك على المسلم أن يحرص على الأذكار الشرعية الواردة التي تجعله في حرز من الشيطان، وتجعل بينه وبين الشيطان سورا عظيما لا يصل إليه. في الحديث جابر أن الرجل إذا دخل البيت فذكر الله، الشيطان يقول لا مبيت ولا طعام، سكرت عليها الباب. لكن إذا لم تسمي الله عز وجل عند دخولك البيت دخل معك، فإذا لم تسمي على الطعام قال أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. وإذا لم تسمي أثناء الدخول وسميت أثناء الطعام أعطيته فائدة واحدة وهي المبيت. وإذا تحرص عند دخولك البيت أن تسمي، وإذا أكلت أن تسمي، وإذا خرجت من البيت أن تسمي، لتحفظ نفسك من الشيطان. ومن الفوائد أيضا في هذه الحديث، في حديث حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، أي أنهم صلوات أنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يبدأون الطعام إذا كان معهم رسول الله حتى يبدأ الرسول. وهذه فائدة، هل يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كبير؟ كل كبير نعم، يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كل من كان له مكانة وتقدير وكان كبيرا في مقامه ومكانه. فمثلا الأب في البيت لابد أن يربي الأبناء لا يأكلوا قبله، كما كان الصحابة يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم ليس خاصا بالرسول وإنما هو عام لكل من كان له مكان وقدر أن يقدم حتى في الطعام. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بهذا التقدير وهذه المكانة. في هذا الحديث أنهم كانوا مع رسول الله على طعام، فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني أن هناك من يحثها ويحضها على أن تأتي على الوليمة وتأكل، والذي يدفعها من؟ الشيطان. من أجل ماذا؟ من أجل أن تأكل من دون أن تسمي فيشاركهم هذا الطعام. والحديث الآخر والثاني الأعرابي جاء كأنه يدفع، الذي يدفعه الشيطان. لماذا الشيطان دفع الجارية ودفع الأعرابي؟ لأنهم في الغالب جهلة ما يعرفون الحكم الشرعي، فأراد الشيطان أن يستفيد من هذه الجارية الصغيرة ومن هذا الأعرابي الذي لا يعلم فلا يسميان على الطعام فيأكل معهما. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم عن المغيل، فأخذ بيد الجارية وأخذ بيد الأعرابي وذكر أن الشيطان هو الذي يدفعهما، وأن يد الشيطان مع يد هذه الجارية ويد هذه الأعرابي حتى يأكل ويشارك مع النبي والصحابة هذا الطعام. فهذه من علامة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر على أمر غيبي. وهنا نستفيد فائدة، الأولى أنك إذا رأيت من أتى إلى الطعام ولم يسمي تقول له سم، وإذا أراد أن يضع يده أمسك يده حتى لا يأكل قبل التسمية. هذه الفائدة الأولى. الثانية أنه لا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع، وهذا هو قول الصحيح في المسألة، أنك لا تسمي، أن التسمية من الواحد لا تكفي، لأن هناك قول العلم أن من إذا سمى واحد يكفي عن الجميع. والصواب أن التسمية يعني واجب على كل واحد بعينه، والدليل هذا الحديث، لأنه لو كان يكفي تسمية واحد ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك يد الأعرابي والجارية حتى لا يشارك الشيطان الأكل.
ولكن الشيطان هل يشارك الجميع أم يشارك الذي لم يسمي؟ الشيطان يشارك الذي لم يسمي ولا يشارك الجميع، فذلك الواجب على الجميع التسمية، كل يسمي بنفسه. آخر معنا في هذا الباب ونختم به، حديث عائشة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه يعني زيادة على وجوب التسمية أنها تمنع الشيطان من الأكل، أنها بركة، أنها بركة على الطعام. وذلك أن هذا الرجل عندما أكل هذا الطعام ولم يسمي، كان الطعام يكفي ستة، فأكله في لقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، أي لكفى الجميع، ولكنه لم يسمي فلم يكن فيه بركة. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهذه من صيغ الحمد. الواجب على الإنسان أن يحمد الله، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله ويشرب الشربة فيحمد الله، ولكن هذا الحمد له صيغ كثيرة، أقله أن تقول الحمد لله، والأفضل أنك تنوع بين الأدعية التي جاءت في الحمد في آخر الطعام، منها هذا الحديث، وكثير منا لا يقول هذا، وهو حديث صحيح رواه البخاري، أن تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني أن هذا الطعام الذي أكلته أنه ليس بحولك ولا بقوتك ولست بكفاية عنه، وتدعو الله عز وجل أن لا يكون آخر طعام لك، وأيضا تظهر فقرك إلى الله وتقول غير مستغن عنه ربنا، أننا لسنا مستغنين عن إمداد الله عز وجل لنا بهذا الطعام. فهذا دعاء عظيم علينا أن يعني أن ننوع بين الصيغ، صيغ الحمد كثيرة، منها هذا الدعاء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحديث الثاني حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث حديث حسن، وهذا الحديث حديث عظيم فيه فضل كبير. انظر، تقول هذه الكلمات لا تتجاوز سطر، لا تتجاوز سطرا واحدا، ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. لذلك على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأجور العظيمة. والأكل أنت ستأكل، والشرب أنت ستشرب، لست مستغنى عن الأكل والشرب، ولكن مع أكلك وشربك الذي لا بد منه تستطيع أن تأخذ أجور عظيمة، من هذا الأجر العظيم أنك تحمد الله في آخر الطعام بهذا الدعاء العظيم: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. فلا يفوت المسلم مثل هذه الأجور العظيمة عليه. وهذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كل ما طلع ودخل يذكر الدعاء. نعم. هو ورد في الحديث أن عليه السلام كان يحمد الله قبل الطعام، لكن مر التفصيل علينا في المسألة، مرت علينا. الصحيح أن عليه السلام قال الحمد لله قبل الطعام بعد ما حصل من الفضل للصحابة بعد ما كانوا في جوع ثم جاءهم الطعام، فحمد الله على هذه النعمة، وليس معناه أنه يحمد قبل الطعام. لا، بالعموم الحديث في العموم. أي نعم. Thank you.